نشكر كل من شرف على هذه اللجنة وبطولة كانت ممتازة وناجحة 100%. نشكر كل الصحفيين ونشكر الجمهور كان في النكهة في هذه البطولة وشكر للجميع إن شاء الله. كانت من كم أسبوع الدعوة كي ولبينا وجينا والحمد لله كنا قدة ومفرنا بالبطولة. لأول مرة تحدث في ليبيا ولنا الشرف أن بإقامتها كلجنة المنظمة الفنية للبطولات للألعاب القوى للألعاب البدنية. طبعا البطولة هذه أول مرة كما ذكرت سلفا لأول مرة تحدث في ليبيا كسابقتها ألا وهي أقوى رجل في طبرق التي أتمت الشهر الماضي. والحمد لله زي ما تشوف يا أخونا حضور الجمهور وحضور المتسابقين ومن ناحية التنظيم كان تنظيم جيد لأن جميع من كانوا في اللجنة هم شباب من طبرق أبطال في ألعاب القوة البدنية. ونشكر نادي الصقور على الاستضافة وتحية لمجلس الشباب والرياضة البطنان للأستاذ أنور خميس. إن شاء الله الآن يتم تكريم المشاركين بشهادة مشاركة والبداية بسم الله الرحمن الرحيم الأخ ونيس عبد السلام أبو صبع. صراع الذراعين والمعروفة بالمكاسرة. والحمد لله والفضل لله سبحانه وتعالى تمت البطولة على بنجاح والفضل يعود لله سبحانه وتعالى وللجنة القيمة والحضور وكذلك للسادة الإعلاميين اللي حضروا ونبدأ وبرعاية شركة المقاومة.